بالنسبه للغاز الايراني، انت يعني حاليا وكثير من الناس ما يعرفون، لا يوجد اي بدائل لاستيراد الغاز ما عدا من ايران بسبب قربها. يعني حتى الغاز القطري اللي كانوا قبل، حتى الحكومه السابقه واللي قبلها كانوا يقولون احنا نريد نستورد وما يصير استيراد، والناس تتهم الحكومه ان هي ما تريد تستورد، وناس تتهم قطر انها ما تريد تطل العراق لاسباب سياسيه، والطرفين مو صحيح. الصحيح ان ما موجود اي بنى تحتيه. الغاز النوع القطري هو غاز مسال، يختلف عن نوعيه الغاز اللي عندنا. فانت على مود توحد الغاز وتودي لمنظومه الطاقه تحتاج الى بناء يعني معالجه خاص على الخليج العربي. هذه وحده المعالجه حقيقه ما موجوده. خلال الشهر الماضي يلا وزاره النفط وقعت عقد مع شركه لانجازها خلال 18 شهر، هذه ما موجوده اصلا يعني كانت. فشلون انت ممكن تستورد؟